شفت فيديوهين لحسن الرداد، واحد منهم وانت في الجيم تلعب رياضة، واحد منهم وانت في موسم الرياض. السنة دي كانت وعملت مسلسل رمضان. كانت سنة مشغولة ولا مرهقة بالنسبة لك؟ مشغولة ومرهقة، كان فيها سفر كتير وكان فيها ده في الصيف ده كابتن كان رايح الأولمبياد ده كنت رياضي ده رياضي طبعا ايه ده طبعا. بصي انا بحب الرياضة جدا، وده كابتن عز المدرب بتاعي من المدربين الجامدين جدا، وكنت بتمرن في الصيف، وانا بحب الحاجات الاوبن اير، ما بحبش الجيم المقفول كده. فقضيت الصيف كله زي ما اكون بعمل فتره اعداد، يعني بصحى اتمرن بعد كده انزل البحر انا بدري كده. فكان ده الصيف مش ده اللي فات، الصيف اللي فات ده، الصيف ده بقى كورونا ما فتصحى من الصبح كنت بستعد للفيلم الاكشن اللي ما عملتوش. شوفوا لما يجي لك فيلم اكشن هتلاقي نفسك مش في الفورمه وبتاع. انا بعشق الرياضه اصلا، يعني انا ما بحبش ان الواحد يعني اكيد وزني بيزيد، بس انا ما بحبش زي دلوقتي كده. دي رياضه شقه جدا. لا موت يعني موت. مش كارديو بتمشي لا على لا موت. ده كابتن عبد المنصف حارس مرمى نادي الزمالك السابق، كنا بنتمرن وحش هو برضه، فيعني كانت التمارين دي تفضلوا تتعذبوا كده حسب بمزاجكم. وعايز اقول لك ان انا كنت بقعد اتمرن يمكن لا اكتر من ساعه ساعه ايه ده الجري لوحده ساعه. استنى بس عثمان، لا ده حاجه مشقه جدا. بيحطوا حجر على صدره احد لا 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 في تعذيب في الموضوع. لا موت. وبعدين السايكل الواحده بتبقى تمارين كتير، 13 مثلا حاجه ورا بعض، يعني بيبقى سيتس كتيره جدا. بس هي حاجه مهمه جدا للفنان، ان الموضوع الرياضه للنفس والفت، عشان يعني حسن عشان يعمل شويه الحاجات اللي احنا عملناها فيه في الفيلم، لو هو راجل مش رياضي على الاقل في شويه الغطس دول هيجي له كرامبات على الجري. قالها لي الاستاذ نور الشريف الله يرحمه، من الحاجات الكتيره قوي اللي قالها لي ونصايح كتيره، موضوع الرياضه ده لازم تبقى رياضي ولازم جسمك حلو طول الوقت وبتاع. وبعدين لما جيت اشتغل فعلا لو الواحد مش فت مش هقدر اطلع الجبل ده، ومش هقدر اجري كله، هتلاقيني بقى مثلا اجري، احنا انا جريت باريس كلها